نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل اللقاء، وبيسعدنا ان احنا يكون معنا الحاج احمد جودة نائب النقيب العام للفلاحين على مستوى الجمهورية. اهلا بحضرتك معنا يا فندم، صباح الخير. ومعنا ايضا الاستاذ احمد عبد الهادي، مزارع ومنشد ديني. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك ومنورنا. حاج احمد هبدأ مع حضرتك، وطمنا على بشائر القمح السنة دي. والله ان شاء الله الفلاح المصري من المنتجين اللي هي استهلالها هتنسيها لي، استلم اقول الاستهلال بتاعه. الحمد لله الذي حمد نفسه قبل ان يحمده. الحمد لله ذا الجلال والاكرام، المتكلم بالقران، الخالق للانسان، المنعم عليه بنعمه البيان. ونصلي ونسلم على خير الانام سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. الفلاح المصري منتج طبعا، وبيحب بلده، وعنده وطنيه لو اتفرجت على العالم تكفيه. وعشان كده الفلاح المصري تاج على رؤوس الدولة، ونتمنى ان الدولة تحطه تاج على رؤوسها. ده حقيقي. القمح الدولة بتاخده بسعر اقل من السعر العالمي، فطبعا انت عارفة الفلاح ورا جنيه زيادة بياخدوه التجار يدشوه، والمنظومة بتاعت استلامه ما بتعرفش تستلمه زي ما احنا عايزين. يعني الموظفين بياخدوا الخيش يبيعوه للتجار، بياخدوا الخيش يبيعوه للتجار، ومخليين مكان في كل شونه للتاجر، مع انه هو المفروض الاولى الفلاح. يضطر الفلاح يبيع الغله انقص 20 جنيه للتاجر، علشان خاطر التاجر هو اللي بيعرف يسلمها وهو ما بيعرفش يسلمها. ودي احنا بنطلبه من السيد وزير التموين، وزير الزراعه، انهم يبقى عندهم اخلاص للفلاحين، بحيث انهم يبدوه عن الناس. يعني الفلاح مفروض ان هو يبقى الاول، مش التاجر الاول، الفلاح هو الاول. علشان خاطر لما تعلى انتاجيته يحصل عندنا اكتفاء ذاتي، تبقى بصر جميل، لان احنا بنتمنى انها تبقى جميله. هي جميله بالفعل يا حاج، هي جميله باهلها طبعا، وجميله بحضرتها، وجميله بانتاجها. انا بفرح قوي لما بلاقي السيد الرئيس الله يبارك له، الله يبارك له، الله ينصره، بيعرض الانجازات، انجازات عظيمه وانجازات مهوله، طرق وكباري ومحطات صرف، محطات صرف زراعي، حاجه تفرح. انا ببقى فرحان، واتمنى ان المصريين كلهم يعيشوا الحاله ويفرحوا زي ما انا فرحان. بس اذا كان لنا ملحوظات برضو عايزين نقول، هي اكيد بتؤخذ في الاعتبار. يعني السنه اللي فاتت اعتقد انه كان في شكوى من الساده المواطنين عند تسليم القمح، اعتقد انه السنه دي وضعت في الاعتبار، فبالتالي هيتم تفاديها تماما. هو في تقدم فعلا، في تقدم، بس يعني الموظفين دي مشكله، يعني ناس كتيره جدا، البيروقراطيه والروتين والفساد طبعا. والفساد الاداري، كدوله بنحارب الفساد الاداري وبنحارب الروتين والبيروقراطيه. ولو خدت بالك الفساد الاداري ده في حته من الضمير، الانسان اذا بقى من غير ضمير يبقى حيوان، يبقى ملوش قيمه خالص. الموظف اللي بيجي يروح اخر الشهر ياخد المرتب والحوافز والبدلات، مفروض انه يراعي ان الفلوس دي عايزه تبقى حلال، لازم يراعي مصلحه الوطن ومصلحه المواطن. طبعا اكيد احنا بنتمنى ان كل الموظفين يحطوا الدوله نصب اعينهم، لان الدوله لما تبقى نصب اعينهم هتنجح، واحنا غرضنا انها تنجح طبعا، احنا بنتمنى انها تنجح. اكيد اكيد. استاذ احمد حضرتك من المزارعين. نعم. موسم حصاد القمح دي خصوصيه عند المصري، يعني من زمان من ايام الفراعنه. نعم. احكي لنا عن البهجه يعني الاجواء اللطيفه اللي بتبقى مصاحبه لموسم جني القمح. هو صراحه كان اغلب الفلاحين، وباعتبار اني شغال في الانشاد الديني، بيبقوا مستنين موسم الحصاد ده، ومرتبين افراحهم ومناسباتهم على دخول الحصاد القمح. وحتى تلاقي انا دايما في تعاملي مع الفلاحين جايين يقول لي انا عايز احجز في شهر كذا يوم كذا. بنعمل حتى الموالد اللي بيبقى في الشعب المصري بيحب التراث القديم ده، ويحب يحتفي بالناس الصالحين اللي هم دايما. انت عارف الشعب المصري شعب متدين، وبيجي في مناسبه مثلا مولد سيدي ابراهيم، مولد سيدي احمد البدوي، في موالد مختلفه في الدوله المصريه، تلاقي الفلاح عايز يحيا، لانه طبعا طول السنه بيشقى
في اعمال الزراعه وفي اعمال الفلاحه، فبيبقى عايز يبقى شيء من السرور والبهجه يدخلها عليه وعلى اسرته وعلى اهل القريه، فتلاقيهم دايما يحتفلوا بذكرى. في اغاني خاصه بجني القمح؟ لا هو مش بجني القمح بس، هو بيبقى فيه مثلا حاجات بتبقى دينيه، حاجات بتبقى بتتكلم عن القصص وكيف الانسان المصري بيعاني من، في احيانا يعني بيحاول يعبر عن معاناته عن طريق الموال المصري. طب ما تسمعنا حاجه. يعني هو انا غالبا ادائي دور ديني اكتر شويه. سمعنا انشاد ديني. بننشد ساعات بنقول في الابتهالات في ذكرى رسول الله، وخصوصا ان احنا في شهر شعبان. شهر شعبان ده شهر كان النبي صلى الله عليه وسلم بيكسب فيه الصيام حتى بقول سيدة عائشة، فبنقول ايه؟ يا صاحب الذكرى عليك السلام، يا صاحب الذكرى عليك السلام، وتحية ما دارت الأعوام، إني المشوق إليك، إني المشوق إليك، إنك قبلتي وأنا المحب وقلبي الغيام، من وحي فيضك صوتك لك درة، وبنور حبك جاءني الإلجام، وبموكب الذكرى شدوت مفاخرا، وبركبها كم تنشد الأنغام. الله الله. أي عبد الفاتح. فعليه الصلاة والسلام كنا دايما في الموالد بنحكي بقى القصة الدينية، بنحكي قصة سيدنا رسول الله في تحت عنوان مولد النور، بنحكي قصص الصحابة، بنحكي. هنرجع نسمع إنشاد ديني، ولكن خلينا نتكلم عن الحاج أحمد دلوقتي. يعني هيبقى في مؤتمر دولي هينعقد في مصر عن تحويل الزراعة لصناعة، يعني المنتجات الزراعية المصنعة. هل حضرتك عندك معلومات عن هذا المؤتمر؟ أنا هقول لك حاجة بس مش عايز حد يزعل مني، اللي هي الدولة متجاهلانة. ليه بس؟ متجاهلة الفلاحين، يعني بتهيأ لهم انهم دول ايه، حسالة المجتمع، مش معترف. بس ده مش حقيقي يا حاج احمد. طيب انا هقول لك على حاجة، انا رئيس الجمهورية هيفتح المزارع السمكية في 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 مطوبس في محافظة كفر الشيخ يوم 27، وبحضور السيد رئيس الجمهورية، وانا من العزبة اللي فيه المزارع السمكية. من الواجب انهم يوجهوا لي دعوه، من الواجب ان انا ابقى حاضر مع السيد الرئيس، لان انا اذا ما حضرتش، انا نائب النقيب على مستوى الجمهوريه بمثل مصر، بمثل فلاحين مصر، اذا ما حضرتش انا مين اللي يحضر؟ لو النقيب يمكن، ولا النقيب. هو كل الموضوع انهم بيجيبوا الموظفين اللي هم بياخدوا مرتبات وحوافز عشان يمثلوا الفلاح. الفلاح مش ممكن حد يمثله الا هو. انا بطلب طلب قانوني وشرعي، خلوا الفلاح في بورة اهتمامكم، خلوا الفلاح يتكلم بصوته. ما حاج احمد انه مثلا لا توجه دعوة لاشخاص بعينها لحضور مثلا فعاليات كبيرة هيفتتحها السيد الرئيس، ده مش معناه ان الدولة مش مهتمية بالفلاح، لانه على الصعيد الاخر احنا شايفين انه الدولة مهتمية قوي بزيادة الرقعة الزراعية على ارض مصر، بزيادة المشروعات الزراعية وكمان الانتاج الزراعي. شايفين كمان انه السيد وزير الزراعة بيتكلم بإيجابية عن المشروعات اللي هتقدم للفلاح، يمكن صداها لسه ما وصلش. لا لا لا، ده وصل لكل حاجة. كل ده انت بتقولي زيادة الرقعة الزراعية، احنا عندنا شركة وحيدة اسمها شركة الريف المصري. شركة الريف المصري دي بتعمل أرض مش للفلاحين،
الصغار المزارعين والمعدمين هم الفلاحين الحقيقيين في مصر. ما يقدروش يدفعوا 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه عشان ياخدوا ارض، دول ما معهمش. ده عايز يزرع وينتج وخد منه انتاجه سد ثمن ارضه. دي بتعمل للمستثمرين، احنا بنلغوا الطبقه الوسطى نهائي. بتعمل للمستثمرين اللي معاهم فلوس، اللي معاهم فلوس هم دول اللي في نظر الدوله، اما اللي معهمش دول بيموتوهم كمان، عايزينهم يشتغلوا خدامين عند الناس بس. احنا عايزين الفلاح الصغار المزارعين والمعدمين يبقوا بورت الاهتمام. كل اللي احنا بنطلبوه بادب وباحترام وبمحبه، عايزين المعدمين وصغار المزارعين يبقوا بورد الاهتمام. ده اللي كل اللي بنطلبوه. ما طلب مشروع، ما حدش بيقول لا، بس ده ما نقدرش نخفل المجهود اللي بتقدمه الدوله للفلاحين. هل ما فيش سماد؟ لا انا هقول لك بقى حاجه. هل ما فيش ارشاد زراعي؟ لا انا هقول لك انا حاجه. السماد في مصر اغلى من السوق العالمي. يعني انا باخد السماد اغلى من السوق العالمي. انا لو استوردته حر من ايران ولا من كازاخستان هستورده ارخص. عايزين يبقى فيه عجز وهو ارخص من السوق العالمي. التاني على ذلك، انا قلت نجاح مصر في 4 نقط. الاربع نقط دول لو سمعني او لو حد سمعني وقال للسيد رئيس الجمهوريه بيكتر خيره. اول حاجه تصنيع زراعي. تصنيع زراعي طبعا بيضيف قيمه مضافه. طبعا انا قلت السنه اللي فاتت وانا مع حضرتك قلت لك الموالح المصريه فيها قيمه مضافه، بتعمل عصاير وتعمل نكهات وتعمل منظفات. الكيلو يوجد ب$5. انا عندي 20 مليون طن، يعني اقدر اوصل ل50 مليار دولار من الصنف ده بس. من الصنف ده بس لو عملت له تصنيع. التصنيع الزراعي كنز. دي نقطه. النقطة الثانية، الناس الكبار العجايز اللي كانوا بيحرزوا الكلام ويفهموه قالوا الوقاية خير من العلاج. يعني ايه الوقاية خير من العلاج؟ يعني انا بعالج مصريين من فيروس سي ومن فشل كبدي ومن فشل كلوي ومن امراض مزمنة، وده سببه حاجة واحدة بس، ان انا عندي مياه، المياه ملوثة. نهر النيل طوله 1200 كيلو، ال 1200 كيلو بيكبوا الصرف بتاعهم صحي وزراعي وصناعي في نهر النيل. ايه العلاج؟ ان انا ما انزلش ميه ملوثه في نهر النيل، اعمل محطات تنقيه للميه. ما ده بيحصل دلوقتي يا فندم. محطات تنقيه ثلاثيه، انا بقول لك على الاربع نقط اللي نجحوا مصر. المحطات دي تخلي الميه نقيه في نهر النيل. ده يحافظ على صحه المصريين من المزروعات ومن متبقيات الاسمده. ومن متبقيات المبيدات ومن الامراض والفيروسات. دي نقطه. طيب النقطه الثالثه، والنقطه الثالثه اهم حاجه، ارض مصر دي زي واحد معاه سلعه، زي ما قلت لك طن سكر في عزبه. لو كل واحد خد كيلو يحلي ويعيش. لو واحد خد الطن السكر والتانيين يتفرجوا عليه، الضغينه هتشتغل في قلبهم والحقد وهيكرهوا نفسهم. اكيد مش طايلين. ارض مصر ما فيش واحد ياخد 35,000 فدان و 37,000 فدان. ما هو السيد الرئيس امر باستعاده الاراضي. ده بياخد من مين؟ من اللي زرع بالذمه والديانه، اللي زرع وعامل بير وكلف، اروح اهدله؟ لا. طب ما انا اصدرها زي ما هي، ما هدش اقتصاد مصر الفلوس ما هدوش. لا، اصدرها وابيعها لحد تاني، او اذا كان صاحبها عايز يدفع ثمنها ماشي. ما هو ده الكلام، هو ده التوجيه السيد الرئيس كان كده. اللي عايز يسوي اهلا وسهلا، مش عايز يسوي خلاص، ده ارض مصر احنا ملك للمصريين. عندنا 97% من ارض مصر فاضي. طب بدل ما بتبقى شركه الريف المصري، هات احمد جوده اقول له يا احمد جوده انا عايزك تعمل 100,000 فدان، 10 فدادين للمعدم، ومش عايزين بنيه ومش عايزين ابار، احنا هنعمله كل حاجه، بس يبقى المعدم ده حس ان دي بلده وباقي عنده وطنيه. وعلى فكره اللي هياخد 10 فدادين في الارض الصحراويه ديت اللي ملهاش بنيه هيزرع قبل شركه الريف المصري. لان شركه الريف المصري اللي معاه بس المعدمين وصغار المزارعين دول، هم حطب النار، هم الطوب اللي هيبنوا المبنى. من غيرهم مش هتبني، هتعمل عندنا تبقى المبنى مكشوفه، لان الفلوس عمرها ما بتبني وطن. تجاره الامر عمرها ما بتبني وطن. اللي بيبني وطن اهل الوطن اللي بيبنوه، والمعدمين وصغار المزارعين دول تجاوي الوطنيه، هم دول اساس مصر. النقطه الرابعه،
طبعا انا بقول لك بقولها نقط، واتمنى اتمنى على الله ان حد يسمعني ويحطها في الاعتبار. احنا عندنا مركز اسمه مركز دعم واتخاذ القرار، ده يدرس الكلام بتاع الرجل الغلبان اللي هو بيتكلم ده، يدرسه وياخد النقط السليمه اللي فيه. انا عندي مي مياه النيل تكفي مصر 4 مرات. ليه؟ انا عندي محطات الصرف الزراعي بترمي في بحيرة البرولز وبحيرة المنزلة وبحيرة مريوط وبحيرة بتاعة والشرقية، بترمي المحطات دي بترمي في البحاير، المية ديت بتعمل ايه؟ بتطلع بوص وبردي. البحيرة ديت بتتطهر في السنة ب 600 مليون جنيه. في حين ان انا لو خدت المية دي وقعدت تدويرها حطيتها في ماسورة وديتها فوق الجرات الخيرية، المياه دي البحيره دي ما يطلعش فيها لا بوص ولا بردي. والسمك يشد من البحر المتوسط على المياه المالحه، يبقى البحير فيها سمك، الناس اللي هي الصيادين تعيش. والمياه دي تزرع قد الرقعه الموجوده مرتين. انا بقى واحد عندنا في بلدنا عنده فدان عاملين له غرامه مخالفه على 4 فيادين، رغم ان هو بيزرع بصرف زراعي، يعني بيزرع على ميه هتترمي في البحر المتوسط، فدان عاملين له غرامه على 4 فيادين، ولما انتقدتهم ينتقموا مني انا، يدوروا على حاجه بتاعتي ويروحوا يهدوها انتقاما مني. قولي لي الدوله دي تنجح بالطريقه دي؟ والله طول ما فيها انتقام من الرجل اللي يقول الحق عمرها ما تنجح. احنا عايزين، ربنا سبحانه وتعالى قال العدل اساس الملك، عايزين عدل، نفسنا في العدل. العداله الاجتماعيه دي اساس الوطن. طبعا عايزين المعدمين وصغار المزارعين ياخدوا ارض في ارض مصر، دي النقطه الرابعه. عايزين المعدمين وصغار المزارعين والطبقه الدميه في المجتمع تاخد ارض وتزرع ارض، لانه هيزرع بايده، هيشتغل هو ومراته وعياله، هيبحروا بايديهم، هيطلعوا زراعه، هتنجح البلد. لكن انا مستثمر. طب خليني على النقيض الثاني، يعني انا مع حضرتك انه هيك عبرت عن وجهة نظرك، وإن شاء الله وجهة نظر حضرتك وأراءك توصل للسادة المواطنين، بس برضو أساس المشكلة اللي احنا فيها إنه المزارعين والفلاحين بنوا الأراضي الزراعية. أديلك مثال برضو، أقول لك ما هو أنا لازم تتاخدي، يعني احنا بنزود وبنستصلح في الصحراء علشان تناقص الرقعة الزراعية بسبب الفلاح اللي بنى عليه، بور الأرض وبنى. أنا ليا رؤية، خدوه اللي زرع اللي بنى على الأرض الزراعية، غرموه على المتر بغرامه عقابيه، واستصلحوا بيها ارض في الصحراء. الثاني على ذلك، مين اللي متسبب في انه بنى على الارض الزراعيه؟ انت في المدينه بتعملي اسكان اجتماعي واسكان تعاوني واسكان محدود دخل واسكان، في القريه ما بتعمليش. هو اللي عنده عيل هيحطه برطمان، ما عايز يتجوزه وعايز يسكنه، طب ما يروح يسكن في الاسكان الاجتماعي والاسكان في القاهره، هي ناقصه زحمه. لا في المحافظات دلوقتي ما بصي القرى، لا انا عشان اودي اهل القرى اوديهم المحافظات واسحمها، يبقى ما حدش هيشتغل. ما هو ده حاصل بالفعل. اللي احنا بنقوله بقى ان هو اتسح في ارضه الزراعيه الراجل ده. ما خلينا بس واحده واحده عشان الحق، ربنا يحب الحق. صح. الحق انه حصل تجاوز على الاراضي الزراعيه عشان ما عملش كردون مبادئ. اسمعني بس، حضرتك اديني فرصه. تم التعدي على الاراضي الزراعيه وبنوا بيوت، بقى في هجره يعني داخليه من الاقاليم او من محافظات للقاهره لندره العمل في هذه المحافظات. دلوقتي في مشاريع بتقام، مشاريع كبيره في شتى المحافظات وخاصه في الصعيد، عشان تستوعب اهل الصعيد وما يضطروش للهجره الداخليه، اللي هم جم هنا بقوا في المجتمعات العشوائيه اللي برضو سببت مشكله تانية بتتحل دلوقتي بازاله العشوائيات وبنى المساكن عشان الناس تتسكن فيها. يعني احنا بنتكلم في مشاكل موروث جاي معانا لغايه لما وصلنا 2017. ده تطور طبيعي، احنا بننمو النمو الطبيعي، مش هنسموهم بقى، لا مش هنسموهم، احنا بس عايزين يعني بقى عايزين ايه بقى؟ اقول لك انا لو انا عملت كردون مباني لكل قريه، اتساع طبيعي لكل قريه، ما حدش هيبني مخالف. ده انا عامل قانون اسمه 119، القانون الفاسد، القانون اللي المفروض يتلغي من النهار بتعمل، ان انا لما اجي ابني في القريه انا عشان خاطر اوصل بيتي، لما اخذه بقلع امشي لحد هنا كده واغرس في الطين في الشتاء،
وعايش في الناموس، الناموس يا جد كده زي طياره الهليكوبتر بتجرس وعايش في اخر الدنيا في وسط المزروعات، عايزيني اعمل تجرير من استشاري هندسي، بيعاملوني بقانون 119 كاني في الدج، كاني عايش في الكهرباء وفي الميه وفي الطرق وفي البتاع، بيعاملوني على كده. هو انت اتعامل اهل القريه زي اهل المدينه، ما هو لازم يبقى له خصوصيه. انتوا اضطريتوا ان الناس اضطروا الناس، مع انه المفروض ان هو مش كده، المفروض ان الدوله بتاعتنا عارفه ان الفلاح ده حطب النار، ده بيشتغل 24 ساعه مش منتظر حاجه من حد، كل انتظاره انه عايز الدوله دي تنجح. صح. سريع تعليق بعد حضرتك. ما يبقاش ان انا الارض الزراعيه، انا بقول ايه؟ بقول غرمه، انت هتلم فلوس بلاش ولا اخر، غرمه بغرامه عقابيه وخد الفلوس دي، اعمل مجلس الشعب يعمل لك حاجه اسمها قانون البديل، البديل قانون البديل، غرمه بغرامه عقابيه حطها في صندوق البديل، وصندوق البديل يصلح ارض صحراويه. اللي بنى على متر يصلح فدان، يعني مثلا انت غرمه مثلا ب 1000 جنيه تقوم تبقى عملت ارض قد ارض مصر مرتين ومن غير ما تكلف الدوله ولا مليم، واستفدت بان الخرسانات والطوب والاسمنت والحديد دي ثروه قوميه ما هدهاش طبعًا. اللي بيهدها ده بيهد الثروه القوميه، بيهد عرج اولاد مصر اللي اشتغلوا في بلاد العالم وجابوه، بيهده من غير ثمن، لان الارض اللي اتبنى عليها دي لما يهد اثار المباني دي خلاص ما هي خلاص بقت بور، يبقى انا اصلح ارض جديده بفلوس جديده في الصحراء بفلوس التعدي ده، يبقى انا حليت المشكله ونجحت مصر وخليتها مصر الجميله. صح. هو ليه تعليق في حاج احمد، هو يعني بيقول لك ما لا يدرك كله لا يترك كله. وانا ما اقدرش انكر ان في انجازات في البلد وانجازات، بس يعني في تراكمات كتيره قديمه واحنا بنحاول نصلح على قدر المستطاع، والرئيس هو في توجهاته الاخيره في ان اراضي الدوله كلها ترجع، ان الدوله اي واحد بيستولى على الارض تاخد منه، ده كويس التوجهات دي، بس هو قد يكون في التنفيذ توجهات الرئيس قد يكون بيشوبوا بعض الاخطاء، واحنا اللي عايزينه يتم تدركه، يعني باعتبار ان هو ارض مستصلحه ومزروعه ما هدهاش الدوله تاخدها تستفيد بيها او تطرحها للايجار مثلا ويبقى الدخل بتاعها دخل الدوله، او تطرحها للمزاد. وعلى فكره دايما يعني لما السيد الرئيس بيدي توجيه، واعتقد انه ده كان حاصل مثلا برضو في التعديات بتاعه الكشاك وكده، الناس نزلت حملات قفلت القهاوي وشالت الكشاك، وبعد كده في لقاء بعد كده مع السيد الرئيس وضح قال طب انتوا ليه عملتوا كده، خدوا منهم ايجار وعلوا الايجار وانتوا استفيدوا. الله يستره. ما هو ده اللي حصل. الله يبارك له. يعني السيد الرئيس بيدي التوجيه، انا عايز ابقى في حضور. هو بقى مش مسؤول عن فهم الاخرين لتنفيذ هذا التوجيه. يا هي التجربه انا عايز ابقى وياه ليه في افتتاح المصانع السمكيه، عايز ابقى وياه ليه؟ عشان عارف ان الراجل بيفهم، الراجل قلبه مليان حب، الراجل عايز البلد دي تنجح، الراجل ده بيشتغل لوحده، الراجل فيه فرق سرعات بينه وبين الناس اللي وياه، الراجل ده مش حاسس، محدش حاسس بيه، حط روحه على كفه وجازف وعمل وبيعمل انجازات وبيعمل بنيه اساسيه وبيعمل دوله من جديد ومحدش بيساعده. انا نفسي اساعده ان شاء الله. انا عايز ابقى في حضوره عشان في حاجات بيفهمها له غلط، عايز ابقى في حضوره. ارجو من السادة المسؤولين هيحضر في المزارع السمكية في بلدنا في عزبتنا، حضروني. انا لما مش حضركم في حاجة، انا بحب كل البلد دي وعايزها تنجح، وبحب السادة الرئيس محدش بيحبه جدي. انا قبل ترشحه وقفت في النقابة وفي اثناء اجتماع الفلاحين وقلت كلمة، قالوا كل اللي تقوله احنا موافقين على ايه، عارفين ان انا راجل بحب البلد دي، وطلبت ترشيح السيد الرئيس، طلبت ترشيحه للمرة الأولى، وفي المرة الثانية بين أجابتي حاجة فوياه، لأن هو راجل وطني راجل عظيم، فهو هيفهم اللي أنا هقوله، هو هيقدر يعرف اللي أنا بعبر بيه. إحنا عايزين، إحنا معارضتنا أو انتقادنا انتقاد بناء. لا دي مش معارضة، ده انتقاد بناء، وجهة نظر من ناس عن يعني لمسة المشكلة، فاعتقد انها برضو هيكون ليها استجابه يا فندم. يا رب يكون لها استجابه. احنا خلي بالك انا بحب الجيش ده، عندي بالنسبه لي شفتي العمود الفقري اللي في ظهرك اللي شال جسمك ده، هو ده شايل جسمي، والرئيس انا بحبه جدا، بس انا لما اقول له الحته دي بتوجعني هو يحس عليها يطبطب عليها، لان هو اللي عارف ايه اللي بيوجعني،
فأنا بقول للسادة المسؤولين أرجو حضور، لأن أنا عنصر فعل في الدولة دي، بيقولوا عليها شخصية عامة وهدفي كله بناء الوطن، فأرجو أن أنا أكون من الناس الموجودين إن شاء الله. ونبقى نستضيف حضرتك بقى تحكي لنا إيه اللي حصل في افتتاح المزارع السمكية. أنا بشكر حضراتكم ونورتونا النهاردة في مصر جميلة. الوقت خلص للأسف، لسه عندنا فقرتين. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وأهلا بيكم دايما معنا في مصر جميلة. هنطلع لفاصل مع كل السادة المشاهدين. عايز أوجه نداء للسيد وزير الري، غرامات الرز على الفلاحين ديت معضلة جدا. الفلاحين غلابة، مش مستحملين غرامات الرز، غرامات المخلفات الرز. هم زرعين على الصرف الزراعي. أرجو إعفاء الفلاحين من غرامات الرز، أرجو إعفاء الفلاحين من غرامات الرز. 10 مرات بقول أرجو، أرجو إعفاء الفلاحين من غرامات الرز. غلابة، محتاجين. شكرا شكرا لحضرتك. نطلع لفاصل ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم وباقي فقراتنا النهاردة في مصر جميل.